يقول السائل: امرأة جاءتها الدورة الشهرية بعد قدومها إلى المدينة بيومين، والآن لها 4 أو 5 أيام، فإذا لم تطهر إلى يوم سفرها إلى بلدها ماذا تفعل؟ التي أحرمت عليها الدم الإحرام صحيح، تنتظر حتى ينقطع الدم وتغتسل ثم تؤدي العمرة، ولا تسافر إلا وقد أدت العمرة، إلا إن كان يلتزم وليها إنه إذا طهرت يرجعها من بلدها وتؤدي العمرة فلا بأس، أما أن تترك العمرة لا، هي محرمة بها لا بد من أدائها. نعم.